إلغاء ديون مصر بالكامل، عرض غربي، ورد عاجل من وزير الخارجية المصري سامح شكري. في الفترة الأخيرة يعني انتشرت بعض زي ما نقول شائعات، أو الناس قعدت تتكلم، وفي ناس كبيرة طلعت قالت إن في عروض غربية. العروض الغربية دي بتقول لك إيه؟ بتقول لك إلغاء ديون مصر مقابل إن إحنا يعني نجيب إخواتنا وندخل إخواتنا أراضينا. فناس كتير قالت إن الكلام ده حقيقي، وفي ناس قالت برضو إن الكلام ده قد يكون أي كلام مش حقيقي، يعني مفيش عروض خارجية تسعى ل يعني إلغاء ديون مصر أو إسقاط ديون مصر من أجل إن إحنا نستقبل إخواتنا في أراضينا. طب هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ على الرغم إن مصر يعني ديونها متعددة، يعني عندك من البنك الدولي، عندك من بعض الدول العربية وبعض الدول الأوروبية والأجنبية. نعرف مع بعض التفاصيل، وهقول لحضراتكم التفاصيل. ونفى وزير الخارجية المصري سامح شكري شائعات بشأن ضغوط على مصر لإلغاء ديونها مقابل الموافقة على نقل إخواتنا من مكانهم لأراضينا، وأكد إن كل التصريحات الصادرة من مصر كانت واضحة في هذا الأمر. وزير سامح شكري قال أنه لن تكون هناك أي إمكانيات لنقل إخواتنا من أراضيهم لأراضينا، وإنهم مش هيسيبوا مكانهم، ومش هيكون في أي مناقشات في هذا الأمر، وإن اعتبار الموقف الاقتصادي لمصر لا يرتبط بهذه المشكلة. الوزير سامح شكري أكد في تصريحات له على رفض مصر التام والكامل لأي محاولات لنقل إخواتنا خارج أرضهم، ووضح أنه لا توجد إرادة سياسية لتطبيق حل المشكلة. المصدر معانا كان من القاهرة 24. عاوز أقول لحضراتكم إن في ناس كتير طلعت وقالت يعني أن هذه الفكرة مطروحة، وإنه ممكن نلغي ديون مصر ولكن بشرط ان احنا بقى ايه يعني نستلم. فطبعا الكلام ده رفضه اعلى رأس في هذه الدولة، هو الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يوافق على هذا الموضوع. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر.